ريج اكس باختصار او ريجولار اكسبريشن باختصار هي عباره عن لغه ستاندرد، هي ستاند الون لانجويج. تمام، ممكن استخدمها مع عده لغات برمجه، وهذه الباور فيها. لو انا اتقنتها بقدر استخدمها مع اي لغه برمجه، سواء كانت بي اتش بي، جافا، سي بلس بلس، سي شارب، اي حاجه. والميزة فيها انه بتسهل علي التعامل مع السترينج بشكل اسهل. كيف بتعامل فيها؟ كيف بتعامل معها؟ مع باكيج في البايثون اسمها RE Regular Expression. تمام؟ و على سبيل المثال ممكن اعرف string هنا عندي دالتين، في عندي دالة الفايند أو دالة السيرش عفوا ودالة الفايند. بس خلينا نتأكد كيف RE وبمرر لها الأس. هنا بدي لها السترينج وبدي لها ال كاركتر اللي انا بدور عليه. ايش بيرجع لي؟ بيرجع لي عباره عن match object. تمام؟ وهو عبارة عن span slicing اللي هو start index وال end index، هذا بيمثل كاركتر واحد. تمام، والماتش أنا عندي بهذا الشكل. تمام، span هي عبارة عن start index وال end index، بمعنى آخر بالضبط. هذه من 7 ل 8 عبارة عن 1 كاركتر، وانه بجيب لي الماتش انا عندي زي. تمام، الآن لو بدي أدور على شغلة مش موجودة، فبرجع لي نان. وعشان إنه نتأكد من هذا الكلام بدي أحط لكم إياها في print statement. عشان هيك هاي ممكن استخدمها في الـ if statement. هذه الـ re.search ممكن استخدمها في الـ if statement. إذا مش موجود بعتبره false، وإذا موجود هي برجع match object، فبالتالي أي حاجة غير الـ none بيعتبرها إنه هي true. بالظبط. تمام؟ فبالتالي أنا ممكن أجيب السبان تبعها، يعني هنا هذا عبارة عن match object، ممكن أجيب السبان تبعها بهذا الشكل، إنه أنا ممكن أعمل بيجيب لي إنه هو 7 8. هيك أنا بدور على كاركتر معين، ممكن أدور على substring، فبالتالي انه بكون الستارت عند 7 والاند عند 10 بهذا الشكل. انا كنت ادور على كاركتر، هيك انا بدور على سبسترينج. طيب، هذه بخصوص دالة السيرش. في عندي دالة ثانية اسمها فايند اول. الفايند اول دائما بترجع ليست re.find
رجع لي كل الماتشز. على ايش بدي ادور؟ على الاو. كم مره متكرره؟ حنشوف. واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة. هاي الأس كمان مرة. هنا في الهلو وفي الويلكم وفي التو وفي البايثون. فجاب لي الماتشز تبعتها كلها. لو دورت على شغلة مش موجودة برجع لي empty list، list فاضية. كيف؟ عادة بتستخدم الدوال السترينج العادية، يعني أنت بتدي له الحرف وبيجيب لك الاندكس تبعه، يعني هنا ممكن أعمل الحرف الثاني لغاية الرابع. سلايسنج. الحرف الثاني الاندكس تبعه قديش؟ 01. لغاية الرابع لا 4، الرابع 3. تمام. طيب لو بدي اجيب الانديسيز تبعت هدول، في انا عندي الداله اللي هو find iteration بهذا الشكل، فممكن انه اقول for element in of e dot find، واحكي له بدي ال o في ال s، وهنا كل مرة أطبع الـ E. هنا جاب لي إياهم كلهم، صحيح كلهم O's، بس بدي الـ indices تبعتهم كلهم. الـ index الأول من 4 ل 5، الثاني 11، 12، الثالث 16، 17، 22، 23. طيب الآن نيجي نستخدم شغلات متقدمة أكثر. هاي الأس. وبدي اعمل ماتش ل هل هنا في اي موجود؟ طب هل في اي في بدايه السطر؟ موجود ولا مش موجود؟ واضح الفرق بين هاي ومن هاي؟ هنا انا بحدد له يعني بشكل متقدم اكثر انه هذه الاي هي وفي ماتشز انا عندي، بس الاي في بدايه السطر مش موجوده. ونفس الشيء بالنسبه للبايثون، نفس الشيء بالنسبه لنهايه السطر. فممكن انه اقول انه انا بدي اي في ماتش لإلها، او ان في نهايه السطر في ماتش لإلها لانه هي بايثون. تمام. اي حاجه بحطها في براكتس زي هيك بكون انه انا بدي اجيب
أي حرف منهم. على سبيل المثال أنا بدي أحرف العلة الموجودة أو الفاوبز اللي موجودة هنا، فبقول إنه A E I O U. أيوة جاب لي الإي من الهلو، الأو من الويلكم، والإي من الويلكم، والأو من التو. الويلكم فيها اثنين إي واحد أو، والأو من التو. نعم كيف؟ تتعامل مع الأرقام. نعم هنشوف. طيب هذه بتمثل انه اي حرف. الان البلس انا عندي 1 اور مور، ايش معنات؟ اقل شيء واحد. طب لو انا قلت بدي اوجد في السترينج انه انا في عندي حرفين متحركين ورا بعض، زائد 2، ممكن نعملها ببساطه زي هيك. vowel followed by a vowel، ما فيش. لو انا جبت اطلعت على الاس، لكن لو احنا عدلنا الاس على سبيل المثال وقلت تمام، فهنا موجود انا عندي هاي تنتين تنتين، vowel followed by vowel بهذا الشكل. الان انا ممكن اعمل هذا الكلام سي ملوش معنى واقول هنا star 0 or more. فعليا جاب كل الأحرف، عمل ماتش لكل الأحرف. طيب ممكن أنا أحدد multiplicity هنا، إنه هذه بدل ما أكررها تنتين زي هيك، ممكن إيش أعملها؟ أعملها انه مينيموم واحد او اكزاكتلي تو، وممكن احدد المين والماكس انه على سبيل المثال انه مينيموم واحد وماكسيموم اثنين. فبالتالي رجع جاب لي كل الفاولز بالاضافه للاو والاو. ممكن اجيب النمبرز، بس خليني اعدل الاس هاي.
أقول له بدي سلسلة من الأرقام من 0 ل 9. طب لو بدي أجيب السنة، هيك عمل ماتش لكل ديجيت لوحده. معايا مركزين ولا شو عمل هنا؟ تمام، هذا بتيجي في السكرابينج، انه انا بدي اجيب على سبيل المثال من النصوص اللي موجوده عندي على الويب بالسنوات، فبالتالي انه بدي الارقام المكونه من 4 ديجيتس بهذا الشكل. على فكره انا بعمل ماتش ل كاركترز هنا، بس لو بدي اعمل ماتش لكلمات، خلينا نعدل النص هنا. ممكن احكي له بدي range of characters، خلقيت احدده، بس ايش قبلي بده يكون؟ white space وبعده white space slash s slash s. وهنا يعني هيك انا بدي اجيب كلمات، والكلمات هذه ايش مواصفاتها؟ تبدا بحرف كابيتال. كيف بدي احدد انه هي بحرف كابيتال؟ A capital Z capital followed by متبوعة ب والتكرار تبعها 1 or more. تمام، هيك صرت تجيب كلمات. قبل كنت اعمل ماتش لكاركترز، هيك انا صرت اجيب كلمات. تمام، بمعنى اخر بقول انه انا بدي كل الكلمات اللي بتبدا بحرف كابيتال. ايش مواصفاتها؟ انه انا عندي الرينج احرف الكابيتال من A ل Z، حطيته بكابيتال، متبوعه ب بقيه الاحرف سمول، والتكرار تبعها لازم يكون حرف واحد، ما ينفعش الكلمه تكون حرف اللي هو اول حرف اللي هو الكابيتال، لا بده يكون انا عندي وراها من A ل Z small، على الأقل التكرار تبعهم من واحد أو أكثر. تمام؟ تحت ولا هنا؟ تمام. آخر مثال بدي أعطيكم إياه، اللي هو إنه أنا مثلاً بدي أستخرج أسعار. خليني أحط السترينج زي هيك: I bought a laptop with $1,400 and a bottle of milk by $1.4 وبين $1. أنا حطيت الثلاث أنواع من الأسعار، إنه أنا عندي الدولار واحد، هذا بدون فراكشن، هذا 1.4، وهذا ما فيش فيه فراكشن، بس دائما طبيعه الاسعار انه بتكون 0.00 على سبيل المثال. زي هدول الاسعار كلهم بدي استخرجهم. وهذا في الويب سكرابينج زي هيك، انا بدي ادخل على المتجر اروح الم كل الاسعار اللي موجوده هناك للايتمز، اجيب الايتم والسعر المقابل له. فايش بروح بسوي؟ فبحكي له انه انا بدي اعمل فايند اول. لايش؟ تبدا بدولار ساين، بس الدولار ساين حكينا انه هي عباره عن كنترول كاركتر، فبعملها سكيبنج، متبوعه ب 0 ل 9
one or more نعم اللي هو زيرو من الرينج من زيرو لتسعة بالإضافة للفاصلة العشرية تمام بالإضافة للدوت ويكون التكرار تبعه رقم أو أكثر. هذه أنا ما شغلتهاش فهيك بيجيب لنا الرينج فجاب لي 1400 بالضبط وال 1.4 بالضبط والدولار بالضبط تمام بس هذه هيك شوية أنا شفنا في الريجولار اكسبريشن باختصار في عندي دالتين ايش هما السيرش والفايند السيرش بترجع لي السبان ايش السبان اللي هو الستارت اندكس والاندكس والفايند اول بترجع لي ليست من الماتشز تمام وممكن اعمل ماتش ل string او words في الwords انه انا بدي احط ايش الديليمتر انه تكون مسبوقه ب white space ومتبوعه ب white space وبحدد مواصفات الكلمه اللي انا ببحث عنها تمام وشفنا كيف بنستخرج ارقام يعني زي السنه هي استخرجنا 2020 وشفنا كيف استخرجنا اسعار انه ما احنا كتبنا بالكلمه السحريه هذه قدرنا نجيب كل الاشي لو انا بدي اكتب كود بايثون عادي عشان يجيب هاي الشغله يعني بتطلب مني اني اكتب اسطر كثيره لكن بهاي يعني كانت انه جمله سحريه بتجيب لي المطلوب بالضبط فعلا تمام خلينا نطلع بريك